وأود بالمناسبة تشديد التأكيد على أن الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية ولكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين. نختارنا كاملين ونختار الإدارة والقائمين عليها يتحملوا مسؤولياته، واللي ما هو قاعد يعدل له يلا يخلي مكانه حد آخر يعني. ثلاث سنوات ويستمر العطاء. صباح الأول من أغسطس 2019 كانت موريتانيا على موعد مع انتقال سياسي واجتماعي واقتصادي شامل وهادئ، فبخطوات واثقة استلم الرئيس محمد الشيخ الغزواني مقاليد حكم البلاد بعد حالة من الإجماع السياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية. فرجل الدولة العارف بها جدا والمستوعب جدا للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بدأ من أول يوم حاسما قراره نحو انتقال سياسي واجتماعي عميق بدت نتائجه واضحة اليوم بعد ثلاث سنوات من العمل. الانحياز للطبقات الهشة. شاكرينهم، شاكرين السيد الرئيس، وشاكرين الطاقم معاه، وشاكرين الدولة كاملة، وشاكرين التعاطف على هذا الإنجاز اللي عدلونا ما كيفه إنجاز، ومذمنينه وزين عندنا، وشاكرينهم حتى ومؤيدينهم عليه. وأنا بالنسبة لي أنا شخصيا يلي قارب لي الرواية، أنا شخصيا يلي قارب لي خمس شهرونات عندي رفع ولا عندي حول ولا قوة. كان القضاء على التفاوت الاجتماعي أولوية بالنسبة للرئيس الغزواني، وفي سبيل ذلك أظهر انحيازا بلا شك للفئات الأكثر هشاشة والأقل حظا خلال العقود الماضية. وبينما كان الآخرون يحملون السابقين مسؤولية ذلك الواقع، اتضح أن الغزواني لا وقت لديه لذلك، فالعمل لتغيير الواقع هو واجب اللحظة لا سواه. فكانت التحويلات المجانية والتأمين الصحي والعلاج المجاني عناوين المرحلة الجديدة. الرئيس محمد الشيخ رازواني نجح في أن يضع خطة تطال الفقراء والمهمشين والذين لا يجدون قوتا، وهذه السياسة استطاعت رغم كل هذه الظروف أن تطال أكثر من ثلث الشعب الموريتاني من الناس اللي أهل الفاقة والفقر، والذين لا يدخل عليهم أصلا أي مستوى من مستويات الكدح والدخل الطبيعي، واللي هما خارج نطاق التغطية الاقتصادية العادية. كثيرون من المزايدين أولئك الذين لا يعرفون مدى أهمية مجرد لقمة أو صام من اللحم ما يعرفوا اسمه، ولا يدرون بأن 25,000 بالنسبة لأسرة معدمة هي مال كثير، ولا يعرفون أهمية التأمين الصحي لمثل هذه الأسر. الانحياز لهذه الفئات الاجتماعية ليش هو أن فخامة الرئيس أنه حدد ملامح المجتمع الذي نصبوا إليه، ومجتمع قائم على العدل والإنصاف، مجتمع قائم على تقدير قيم العمل والمساواة. تأكد ذلك جليا من خلال خطابه الشهير في ودان الذي حدد ملامح المجتمع الذي نريد. إذن هاي التحولات الاجتماعية والانحياز لهذه الفئات الهشة والفئات الضعيفة يشكل محور استراتيجي وبرنامج فخامة الرئيس وبتفكيره، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا، خصوصا الإجراءات اللي تم اتخاذها لحماية هاي الفئات الضعيفة بعد جائحة كوفيد التي اجتاحت العالم وعطلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية. L'importance accordée par le son excellence président de la République à la promotion de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion
يتجسد الاهتمام الذي سيوليه فخامة رئيس الجمهورية بترقية التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء بالقيمة التي منحها للمندوبية التي تتمتع برتبة وزارة ولديها الاستقلالية، وهي تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، كما أنها منحت ميزانية تتجاوز 200 مليار أوقية قديمة خلال سنوات مأمورية الرئيس، وهو ما مكنها من الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال برامج ملائمة لاحتياجات البيئات الهشة. وفي ظل الظرفية الحالية على المستوى الدولي التي تضغط على المستهلكين وخاصة أولئك الأكثر احتياجاً، عملت المندوبية على تحسين القدرة الشرائية وتوفير المواد الأساسية. أبرز ما يميز نظام محمد الشيخ الغزواني إضافة إلى التهدئة السياسية هو الانحياز إلى الطبقات الهشة. هنالك أشياء تحققت على الأرض حقيقية، أن هنالك أسر أصبحت لديها أسر فقيرة جدا، فقرة مدقعة، أصبح لديها ما يشبه الرواتب الشهرية تدفعها للدولة. هنالك 100,000 أسرة، تقريبا 500,000 شخص أمن الكثير منها والآخر في طور الإعداد. هنالك الحمالة الميناء الذين تم تأمينهم، وهذه أيضا هذا إنجاز مهم. هنالك مرضى الكلى الذين تكفلت بهم الدولة. هذه أشياء لا يحسها الكثير من الناس، ولكنها انحياز كبير فعلا للفقراء والمعوزين، وهم الغالبية العظمى. Lors de sa campagne présidentielle en 2019, son excellence le président de la République avait pris l'engagement. خلال حملته الانتخابية تعهد فخامة رئيس الجمهورية بمواجهة الفقر والهشاشة، وخلال السنوات الثلاث الماضية وضمن برنامج تعهداته خصص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني 200 مليار أوقية قديمة لمكافحة الإقصاء وتجسيد التضامن الوطني، ولذلك تم إنشاء مندوبية تآزر التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للسكان الأشد فقرا وهشاشة. وقد أنشأت المندوبية 5 برامج رئيسية عهد إليها بتجسيد البرنامج الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية. وقد حققت تآزر إنجازات كبيرة شملت بناء مستشفيات ومدارس وبنى تحتية أساسية، بالإضافة إلى شبكة أمان اجتماعية لصالح الفئات الهشة لتحسين قدرتهم الشرائية، كما مكن برنامج تموين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية. الانفتاح السياسي. وفي مجال السياسة كتقديرات وخيارات ومواقف، ظل هذا الباب مشرعا أمام الجميع دون استثناء، فإلى جميع أهل الرأي استمع الرئيس الغزواني وناقش بحثا عن لقاء في منتصف الطريق كان من نتائجه أن رضي الجميع بطريقة تسيير البلاد، وهي مؤشرات في سعة الصدر ورحابة الأفق ظنها البعض من الماضي البعيد، لكنها تجسدت واقعا جنبا إلى جنب مع الحزم والعزم وفق المواقف والظروف. ما يميز هذه الحقبة السياسية الأخيرة، أي هذه السنوات الأخيرة من حكم فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني، هو منهج الحكم الذي أرساه في البلد منذ وصوله إلى السلطة. المنهج الحكم قائم على مبادئ وقيم لم تكن معهودة في الفترات السابقة من حكم البلاد. المنهج قائم على أولاً الانفتاح والتشاور، الانفتاح مع جميع أنواع الطيف السياسي. حرص فخامة الرئيس على إقامة مناخ سياسي هادئ، يعني تجاوز الاستقطاب السياسي الذي كان سائداً في البلاد لفترة طويلة من الزمن، وأرسى دعائم نظام سياسي
قائم على الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع الآخر بغض النظر عن الاختلاف معه سياسيا. مع بداية وصول الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني وأسلوبه الجديد، ارتأيت أن لا تكون المعارضة هي المانع، هي حجر العثرة في أن ينصت الطيف السياسي لبعضه، أن يحدث بعضه، أن يتعاطى بشكل إيجابي. نحن لسنا من النظام والنظام ليس منا، هو من يحكم ونحن من نعارض، ولكننا لسنا في عداوة، وهذا هو الموقف السليم. المعارضة ليست جريمة كما يحتسبها الرؤساء السابقون، يحتسبوا أن كل من لديه موقف مغاير هو عدو. محمد بن الشيخ الغزواني لا يعتبرنا أعداء، ولذلك نحن لا نعتبره عدوا، نعتبره رجلا يحكم يخطئ ويصيب، نقول إنه أصاب حينما يصيب، ونعلن إنه أخطأ عندما يخطئ. نحن لسنا أعداءنا الآن، وهي الحالة الطبيعية في كل الديمقراطيات. أكثر شيء يميزها، والحق يقال، هذا الانفتاح، هذا الهدوء السياسي. أكثر شيء يميزها خطابات إن طبقت في المجال الاجتماعي هادفة مثل خطاب شنقيطي، إن طبقت في المجال الاقتصادي إشرافه على ورشات مشاريع اقتصادية، إن طبقت خطابه بالنسبة لتحرج الإداريين، هذا بالنسبة لي هو ما ميز هذه الفترة. العدل ودولة القانون. ولأن العدل أساس الملك، كان لا بد من وقفات طويلة مع العدالة الضامنة لاستمرار العمران البشري، فأقرت إصلاحات واسعة في المنظومة العدلية تعزيزا لاستقلالها عن باقي السلطات ولتكون محل ثقة الجميع. شهد قطاع العدل خلال السنوات الثلاث الماضية من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني قفزة نوعية ملاحظة فيما يتعلق بتنفيذ بنود المدرجة في برنامج تعهداتي والمتعلقة أساسا باستقلالية القضاء ودعم القدرات الفاعلين القضائيين والولوج إلى العدالة وعصرنة البنى التحتية العدلية، وذلك من خلال إعادة مراجعة الترسانة القانونية في ظل إنشاء لجنة دائمة للتقنين بوزارة العدل، وكذلك إدخال مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بمهني العدل وبعض المجالات الحيوية كالجنسية وكالقضاء التجاري، وكما تمت كذلك إعادة الاعتبار للكادر البشري من حيث الظروف المادية وكذلك من حيث التكوين والتقييم، حيث تم إرساء نظام صارم في مجال ما يسمى بالتكوين المستمر والتكوين القاعدي على مستوى وزارة العدل. في مجال تسهيل ولوج للعدالة، فقد تم إرساء نظام المساعدة القضائية ودعمه ماديا ودعمه كذلك من خلال إنشاء أو تأسيس اللجان الجهوية للمساعدة القضائية وتقريب الخدمة القضائية من خلال إرساء نظام المصلحين القضائيين. في مجال البنى التحتية، فقد تم إنشاء 12 محكمة والشروع حاليا في بناء 12 قصر للعدالة في على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك عقلنة البنى التحتية السجنية حيث تم القضاء أول مرة على ما يسمى بالاكتظاظ داخل السجون في بلادنا من خلال إعادة التأهيل، وضع سياسة معقلنة لإعادة التأهيل، تأهيل المدانين أو تأهيل المحكوم عليهم، وكذلك اعتماد سياسة العفو عن طريق تخفيض العقوبة الصادرة في حق هؤلاء السجناء. تم كل ذلك من خلال تفعيل دور المفتشية العامة للقضاء، حيث تم دعمها لوجستيا وبشريا بالكادر اللازم للقيام بعملها، حيث أنجزت في هذه السنوات أكثر من 34 تقريبا تقرير. كذلك تمت دعم القدرات الفاعلين الكادر العدلي في موريتانيا من حيث القدرات المادية، حيث تمت إرساء العلاوات الخاصة بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط، وكذلك دعمهم بالوسائل اللازمة من السيارات، حيث تم اقتناء 21 سيارة لصالح وكلاء الجمهورية ورؤساء النيابات في بلادنا.
Donc je disais que la justice, vous le savez, est un des points essentiels de l'existence d'un pays, surtout le nôtre. العدالة مهمة لوجود البلد خاصة بلدا مثل بلدنا، ومع ذلك فإنها القطاع الأكثر معاناة من الخلل والصعوبات، وهو أمر معروف من قبل الجميع بما فيه الدولة التي تحدثت أكثر من مرة عن حاجتها للإصلاح. وإصلاح العدالة من القضايا المطروحة اليوم بإلحاح على الطبقة السياسية والمجتمع الموريتاني بشكل عام، فهو في قلب المناقشات حول الإصلاح. والمشكلة معروفة، فمن بينها الولوج للعدالة وكذلك كفاءة القضاة، أي أن يكونوا على مستوى معالجة القضايا المطروحة عليهم، بالإضافة إلى قواعد الحكم التي هي قواعد لا تنتمي لمجتمعنا وليست مفصلة عليه، لكن الأهم هو استقلال القضاء. فالقضاء ليس على مستوى معالجة القضايا التي تهم المجتمع الموريتاني الذي تزداد أعداده وتتزايد أنشطته وتزداد تعقيدا، وهو ما يضغط أكثر على العدالة، وهي غير مهيئة بما يكفي للفصل في هذه القضايا. يمكن القول باختصار أن العدالة في موريتانيا تنتظر إصلاحا كبيرا. فيما يخص المظالم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكايات بكل أشكال الشكايات وكل أنواعها وكل الميادين. هذه السلطة أعطيها لها القانون، وفي إطار معالجتها للشكايات تقدم توصيات والاقتراحات للسلطات من أجل حل مشاكل متعلقة بمظالم المواطنين، تعدلها بكل استقلالية، ولكن تعدلها مولي بكل تعاطي إيجابي مع السلطات. يتعلق الأمر بالشكايات الفردية كما يتعلق أيضا بالشكايات الجماعية، والأمثلة كثيرة على وقوف اللجنة مع مظالم المواطنين بدون أي تدخل في استقلاليتها. الأمن والحوزة الترابية. في سياق إقليمي شديد الاضطراب وكثير المعاناة الأمنية والسياسية، بدت بلادنا استثناء يؤكد صرامة وحكمة أصحاب القرار، فموريتانيا تكاد تكون البلد الوحيد في منطقة الساحل الذي تمكن خلال الأعوام الماضية من تجاوز العاصفة، فظلت الحوزة الترابية مصانة وأمن الناس فوق أي اعتبار. الاستراتيجية الموريتانية اللي الحمد لله استراتيجية ناجحة واللي مكنت منها عدلة موريتانيا استثناء بالمنطقة اللي شديد الالتهاب من الإمبرية أساساً على أهلة مرتكزات. المرتكز الأول مرتكز وقائي، وهو مبني على تأهيل وتفعيل الخبر والاستعلامات بصفة عامة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، اللي مكن من استباق أي عمل تخريبي وعدواني يمكن أن يتم على التراب الوطني. القضية الثانية قضية تأهيلية، وأيضا لأن قوات المسلحة وقوات الأمن تتوفر على المعدات والتجهيزات والتكوين اللازم واللي يتماشى مع منطقتنا ومع طبيعة الناس اللي نواجهه في المنطقة. المرتكز الثالث هو مرتكز اجتماعي، ولأن كي تعرف الحمد لله إحنا قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية عندها قبول اجتماعي كبير، قبول اجتماعي كبير يمكنها أنها راسخة في المجتمع، وبالتالي توفر على كثير من المصداقية لديها، ما يجعلها ما تتوفر على كثير من المعلومات من خلال المجتمع ومن خلال بيئات الشعب بصفة عامة، سواء كان ذلك داخل المناطق الحدودية أو في المناطق الحضرية. موريتانيا انتقلت من الحلقة الأضعف في منطقة الساحل إلى إحدى الحلقات الأكثر صلابة، وهذا كان طبعا شيئا محفزا بالنسبة للآخرين. وبالتالي تعرفون على أن في منطقة الساحل الاعتبارات الأمنية متعددة المصالح ومتشابكة المصالح على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، وبالتالي هذا هو ما جعل التجربة الموريتانية غنية بالتجارب الناجحة وبالدروس في مجال الإرهاب، وهو ما يجعلها في وضعية يحتاج العالم إلى أن يقتبس من تجربتها. وبالتالي
موريتانيا انطلقت من مبدأ واضح وهو أنه في مجال الأمن لا ننتظر الصدقات تراب الوطني كي تعرفه وقسم إلى مناطق حسب وضعيتها الاستراتيجية، مناطق مهلا عسكرية مغلقة، مناطق أيضا كافة التراب الوطني به نقاط عبور يحضر الولوج للتراب الوطني من خارجها. في نفس الوقت هذه النقاط التي تتوفر على كافة المعدات واللوازم اللي تمكنها من تعود على التواصل بالأجهزة الأمنية هون، سواء على مستوى الانتربول عن طريق إدارة الأمن هون أو مستوى التواصل بين الجزية الأمنية الكاملة اللي موجودة للتراب الوطني. وهذه الاستراتيجية المتكاملة هي اللي الحمد لله جعلت بلدنا اليوم يحظى بهذا الأمن الكبير. ونختار نقول لكم أن عديد الدول يغبطن على هذا الوضع. النمو الاقتصادي. أما ما يخص الاقتصاد ومعاش الناس فقد كانت البرامج والخطط الكبرى تظهر واحدا بعد الآخر، فهذا أولوياتي وذاك أولوياتي الموسعة، وهذه مشاريع ترى النور وأخرى قريبا بحول الله. في هذه السنوات الثلاث الأخيرة البلد الاقتصاد الوطني كجميع الاقتصادات العالمية تأثر كثيرا بأزمة كوفيد، وجميع الاقتصادات تعود لاحظ تعلنها خاصة سنة 22 تراجعت وانكمشت. وإحنا نظرا ل تصور برنامج النهوض الاقتصادي لعدلة الحكومة، برنامج اللي قالوا بروبيب، برنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية، اللي الهدف منه كان طبعا حماية الفئات الهشة، لكن كذلك الهدف منه حماية اقتصادنا والنهوض به وإعانته على الصمود في الفترة الصعبة. انكماش اقتصادنا بقى في حدود أقل من 1% نظرا للتأثير، هذا التأثير الإيجابي للبرنامج هذا سنة 2020. ما 2021 كان هناك نمو اقتصادي في حدود 2.4%، وينتظر سنة 2022 نمو اقتصادي في حدود 5%. إذن اقتصادنا من الاقتصادات التي تأثرت، التي كانت أقل تأثر من أزمة كوفيد 19، وكذلك هناك تأثير وأثر أزمة الحرب في أوكرانيا، وهذا كله جعل هذه الاقتصادات تتأثر به. وإحنا بعد اللي عدنا من قلها الحمد لله تأثر نظرا لاستباق البرامج الحكومية، بالأخص برنامج النهوض الاقتصادي اللي طور تنفيذ حاله. تميز الاقتصاد الموريتاني خلال هذه السنوات الثلاثة التي مضت بمواجهة الأزمة العالمية التي انطلقت مع انطلاق وباء الكوفيد 19 وحرب أوكرانيا، وعلى ذلك الأساس فكرت الحكومة الموريتانية في خطط اقتصادية شاملة حافظت على الاقتصاد الكلي رغم ركود الاقتصاد العالمي، لكن بعون الله وقدرته كانت هناك خطط محكمة حكمت الحكومة من مواجهة هذه الأزمات الطبيعية والسياسية والدولية، مكنتنا من الحفاظ على الاقتصاد الكلي وتوفير نمو متوقع. وعلى رغم ذلك ساعدت أيضا على المواطنين على أنهم يكون القدرة الشرائية في محكم فيها رغم ارتفاع الأسعار العالمية، رغم توقف الاقتصاد عزلة الاقتصاد العالمي بسبب هذه الجائحة وهذه الحرب. على ذلك الأساس قامت الحكومة ببرامج
اقتصادية ذات منفوعة مباشرة على المواطنين. بلادنا ركزت السنوات الثلاث الأخيرة على الزراعة المطرية، الزراعة المروية، ووفرت كافة الدعم للمنتجين الزراعيين، بحيث أنه الحمد لله اليوم نكاد نصل الحمد لله إلى 90% ونيف من حاجياتنا فيما يتعلق بزراعة بمواد الأرز. وهذا نتيجة ليش؟ نتيجة لدعم المزارعين بالمدخلات الزراعية، خاصة الأسمدة اللي بالرغم من الأزمات الدولية البلاد وفرتها بأسعار مدعومة، مكنت المزارعين والحمد لله من استغلال المساحات المتاحة لديهم. اليوم في هذه الحملة اللي احنا واخذين منها فم 41 ألف هكتار تم بذرها، مردودية تكاد تعود قريبة من 8 طن للهكتار، وهذا شكل نقلة جيدة فيما يتعلق بزراعة الأرز. فم شعب أخرى لا تكاد تكون أقل أهمية، خاصة الزراعة المطرية اللي مؤخرا فخامة رئيس الجمهورية أطلقها من بلدية قاعتي دوما السد القراير، اللي اذا بعدين هذه الشعبه الزراعيه اساسيه. حتى وان كانت مؤشراته مطمئنه، فان تحصينه مسؤوليه كبرى، اولى متطلباتها حمايه ما تحقق وتكريس جهود الجميع من اجل صالح الجميع ليستمر العطاء من اجل موريتانيا.